أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي، فتة. ولما نقول فتة يعني ممكن تكون لحمة، ممكن تكون فراخ، ممكن تكون فتة كفتة. النهاردة معايا فتة الشاورما بالزبادي، حاجة لطيفة وجميلة. برضو هتتعمل الشاورما على أصولها، ولكن عندي خليط الزبادي مع الطحينة بنسب معينة بيوديني في مكان تاني مع طبق الفتة بالذات اللي هي أساس مكوناته العيش. معانا النهاردة كمان البطاطا الحارة أو البطاطا الكزبرية، هشوف نعملها مع بعض إزاي. ودي عدل طبق فتة ونقزقز جنبيها شوية بطاطا حارة كده بالكزبرة والتومة مع لقيت فلفلة حلوة تاكل صوابعك وراحة. ولكن الغريب النهارده المانجا بالجد عكس البطيخ. السنه دي طعمها سكر، والبطيخ بنسبه تقريبا 60% او 50%، ولكن انا حبيت المانجا النهارده اعمل كيكه بالمانجا غرقانه مانجا. ازاي يا عم الشيف؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. الكيكه بالمانجا وهنغرقها في المانجا بعد كده، يعني من الاخر هيخش جواها مانجا قطع، والمانجا اللي هي اللطيفه، وبعدين تاخد عصير المانجا وهي سخنه وهي طالعه من الفرن. فعشان كده انا قلت كيكه بالمانجا غرقانه مانجا. خلينا ناخد بعدين نطلع في فاصل صغير، لان ده حلقه لطيفه وجميله فيها فكر طهوي، وبرده باقل تكلفه ممكنه تقدري تعملي ايه الحاجه اللي انت حباها. هروح فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه حكايه كيكه بالمانجا غرقانه مانجا؟ طبيعي لازم نبدا بيها لانها عايزه من الطايم تقريبا 40 دقيقه، فوقت الحلقه بتاعتنا يسمح ان احنا نعملها وندخلها الفرن. هنشوفها في نهايه الحلقه ونشوف ازاي نسقيها عصير المانجا وهي طالعه من الفرن. بنستقبلها بالمانجا. المقادير على الشاشه: 2 كوب من الدقيق، والعيار يا امي يا ست الكل اللي تعايري بيه الدقيق تعايري بيه بقيه المقادير. بنفس الكوبايه بنعاير سكر، نص كوب من السكر لان المانجا بتاعتنا معسله. معانا 1 كوب من عصير البرتقال، ده زياده شويه. معانا من البيض 3 بيضات، ومعلقه بيكنج باودر ورشه ملح صغيره، ومن الزبده نص كوب. دي المقادير على الشاشه، تقدري تصورها بالتليفون او تكتبيها ورايا كمان مره. المقادير كمان مره: 2 كوب من الدقيق، معانا عصير مانجا ومانجا متقطعه معانا طعمها زي العسل، ومعانا 3 بيضات في المقادير، معلقه بيكنج باودر، اكتبي المقادير ورايا، رشه ملح صغيره، ونص كوب من الزبده المذابه بقليل من الحليب. نص كوب من الزبده المذابه بقليل من الحليب. دي هنبدا بيها نسيحها كده على ما نجهز بقيه المقادير واحنا مع بعض كده واحده واحده. كفايه شويه الحليب دول، بنحط عليهم زبده. يعني ينفع تعمل الكيكه بالزبده يا شيف؟ طبعا. زبده مع مانجا حلوه. هنسيب دول كده على النار ونحط عليهم شويه فانيليا. خدنا الطعم. دي اول حاجه انا هعملها على نار هاديه واسيبهم كده. تقوم الفانيليا مع الزبده مع الحليب، مخرجنا اهي تركيه اهي. تقريبا 1/4 كوب من الحليب، عليهم تقريبا 1/4 كوب من الزبدة وشوية فانيليا، واسيبهم على النار، نار هادية جدا. حلو الكلام؟ نشوف بقية المقادير يا عم الشيف. ومعانا قالب اللي هنشتغل فيه. القالب ده ممكن يكون على شكل قلب، على شكل مستطيل حسب الرغبة. جاهز معانا، بتغلفيه بزبدة وبسمنة ويكون جاهز معانا بالشكل ده كده. نبدأ نشتغل، ناخد 3 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. البيض لو في التلاجة في أيام الحر دي طبعا أساسي، بتطلعيه قبل ما تشتغلي ب10 دقايق تقريبا. 3 بيضات زي الفل، طالما صفار البيض جوه البيضة ماسك نفسه احنا كده في الأمان. بنحط على البيض ده يا عم الشيف شوية سكر مع عصرة ليمون. السكر قد إيه؟ المانجا بتاعتنا معسلة، يعني بنحط تقريبا إيه شوية دول كفاية. حلو الكلام؟ وعصرة ليمون، ونقلب دول لوحديهم. ده البيض مع السكر مع عصرة ليمون. البيض مع السكر مع عصرة ليمون. تاني البيض مع السكر مع عصرة ليمون. زي الفل. بننزل بعصير
شويه مانجا. حلوه، ومعانا مانجا متقطعه. تجيب المانجا تقشريها. بصراحه يعني انا لو مش على الهوا دلوقتي المانجا دي بالمعلقه كده وكلتهم وخلاص وجريت. شفت المانجا اهي، دي مانجا نازله في قلب البتيع اهي. تمام، حلو الكلام كده. خلصنا الايه، المانجا. قلبنا المانجا مع البيض عينيا زي ما هي كده موجوده، تقليبه صغيره. الكيكه ولازم تكون قطع المانجا بالشكل ده كده، الزبده مع الحليب. تدوب بس، انا مش بخليها تغلي. حلو الكلام. على الزبده ما تدوب بنجيب الدقيق بتاعنا اللطيف ده كده، كوبايتين من الدقيق، بنحط عليهم البيكنج باودر ونقلبه. يبقى انا عملت هنا ايه، جزئين. الجزء الاول السوائل اللي هي عباره عن مانجا وبيض وسكر والزبده المذابه في قليل من الحليب، دول على جنب. خدت الدقيق حطيت عليه البيكنج باودر وقلبته ومعانا بالشكل ده كده. حلو قوي، زي الفل يا عم الشيف. اخبار الزبده ايه؟ بتناديني. هو ده اهي، دي الزبده مع شويه الحليب بالشكل ده. فيهم طعم الفانيليا، الفانيليا طالعه مع البخار حكايه اهي. بسقطهم هنا كده. وجود الزبده اساسي مع الكيكه اللي انا عملتها دلوقتي دي، اما لما تبرد بتقطعها كده بتطلع معاك ايه، لطيفه وجميله. شفت المقدار ده كده، هو ده زي الفل. هننزل بالدقيق المخلوط بالبيكنج باودر، حاجات سهله بسيطه لطيفه اهي، ونقلب دول كده من غير مضرب ولا حاجه، واتاكد ان كلهم دابوا. لو احتاجت بعض السوائل في اختيارين، يا اما تحط شويه من الحليب يا شويه عصير مانجا. اتاكد ان الخليط داب وتبقى كيكه بالمانجا غرقانه في المانجا، بما ان احنا المانجا بتاعتنا مفيش زيها في الدنيا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت المقدار؟ هو ده كده. المضرب هنا ملوش مكان لان هنا في قطع مانجا وانا مش عايز ادوبها. لو تدخلت بالمضرب هنا القطع المانجا دي هتدوب، وانا عايزها تبقى ايه، لها شخصيه كده في قلب الكيكه. زي ما نعمل كيكه بالزبيب كده وبالفواكه المجففه، لما تيجي تقطعيها بتلاقي الفواكه المجففه مع الزبيب باينه في قلب الكيكه يا اختي. حلو الكلام. قلبت المضار، اشيل اللي ملوش لازمه هنا، واول حاجه افكر فيها الفرن من البدايه خالص، امن عليه. درجه حرارته 180، اظبط الشبكه او الصينيه بتاعه الفرن في المكان المناسب على ارتفاع 3 سم من ارضيه الفرن معانا بالشكل ده كده، وناخد العيار ده كده، وعندنا قالب لطيف زي ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه البساطه دي يا عم الشيف؟ الكيكه دي عندك في البيت، فيها بروتين، فيها البيض، فيها نشويات والياف، فيها مانجا، فيها سكريات، فيها فيتامين سي، فيها حب، فيها لخ، فيها حلوة. هنقلب كل ده كده هزه وندخلها الفرن. تمام، يلا بينا، يلا بينا. دي مكانها هنا، اللهم صل على النبي. بص عليها كده، بص على المانجا جوه الفرن بتاعتنا اللي بتتكلم مصري. كيكه بالمانجا غرقانه مانجا. حلو، قافل، يلا بينا، يلا. هو ده، تعالوا مع بعض نعمل فتت الشاورما. طيب ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع اسرار عمل الفته باللحمه اللي هي الشاورما.
شاورمة الفتة بالزبادي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل فتة الشاورما ازاي. شاورمة اللحمة او شاورمة الدجاج مش لازم نجيب سيخ ونكلف الموضوع، ببساطة احنا هنتبل اللحمة سواء فراخ سواء لحمة. لما نيجي نعمل الشاورما لها قواعد، لازم الزبادي، لازم المادة الحمضية اللي اللحمة او الدجاج بيتخمر فيه، هي دي فكرة الشاورما. غير كده ما تبقاش شاورما، تبقى لحمة مشوية. تاني، تخمير اللحم او الدجاج في المادة الحمضية اللي هو الزبادي مع عصير الليمون او ملح الليمون بنسب بسيطة، هي دي فكرة عمل الشاورما. ألف بقى شاورما، إضافة بقى التوابل بتاعتك والبهارات وتجودي عليها، دي سكة تانية، بس هي دي رقم واحد في الشاورما. المقادير معانا شرايح من اللحمة، معانا بصل، معانا التوم، معانا الزبادي، معانا عصير ليمون، معانا ملح ليمون، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل. عشان نعمل الفتة محتاجين تاني لزبادي مع طحينة مع عصير ليمون وتوم ونعناع وعيش محمص. العيش وارد يكون عيش شامي او عيش بلدي حسب الرغبه وحسب الحاله الصحيه. عايزين عيش فيه الياف هتجيب العيش الاسمر ونحمصه ونقطعه، عايزين عيش عادي الشامي الابيض بيتجاب ويتقطع ويتحمص حسب الرغبه. المقادير شفناها مع بعض، تعالوا نعملها سريعا واحنا واقفين كده، لها تركايه هنشوف نعملها مع بعض ازاي. وايه لما انا اجي اكل شاورما واشم فيها ريحه البصل؟ ده بيحصل بجد يا شيف. تيجي تاكل شاورما تشمي ريحة البصل اللي هي مش لطيفة، طب أعمل إيه عشان أتخلص منها؟ تعملي زي ما الشيف المغازة هيعمل كده وإحنا مع بعض. حلو؟ تعالوا نقطع البصلاية بتاعتنا الحلوة دي كده. قبل ما أقطع البصل خلوني أقول معلومة غير معلومة. بتحمري بصل مقرمشها للطبق الكشري او طبق كشك او مجدرة ايا كان، بيبقى لها الشخصية بتاعتها، لازم البصل يبقى سليم. طب انا احافظ عليه يبقى سليم ازاي؟ في طريقة تقطيع للبصل. بتقطعي بصل يبقى في قلب الشاورما، برضو بنحب يكون البصل قدامنا مقرمش ولطيف في قلب الشاورما. فطريقة التقطيع، لو انا قطعت البصلية كده مخرجنا الجميل واساتذة المصورين، البصلية دي مع التحمير هتتكسر اهو. اللي هو انا بقطعها عكس الانسجه بتاعتها، دي غلط، دي تحطها في طبق السلطه مفيش مشكله. طب انا عايز البصله تبقى سليمه، اقطعها كده في اتجاه الانسجه بتاعتها بالشكل ده كده. تحمريها تقرمشيها هي زي ما هي بتقول انا بصله حلو الكلام يعني تقطعي البصله نصين وتاخديها بالعرض مش بالطول بعد ما نقطع البصل كده بنتبله، عكس بقى لما بنعمل شاورما على السيخ، الموضوع هنا مختلف. والشاورما البيتي او المنزلي لا يعلى عليها بصراحه، على الاقل بتضمني تركيبه التوابل اللي انت حطاها، تفاصيل كتيره يعني، نظافه كل حاجه ادي البصل بتاعنا بنحط على البصل ده يا عم الشيف شويه البهارات وشويه، هم دول القصه، هم دول الحكايه. نحط التوابل بتاعتنا على البصلة. أنا مش عايز أشم ريحة البصل وأنا باكل شاورما، الشاورما اللي في البيت بالذات، عكس الشاورما اللي بتاكليها من على سيخ أو في المطعم. هو بينزل لك اللحمة من على السيخ ويكون اللحم منقوع في البصل، فبياخد اللحم ده ويشكه على السيخ، إنما تتعملي شاورما في البيت الموضوع مختلف. بنحط البابريكا، كمون، شوية كركم صغيرين، ده على البصلة. لا مخرج بيقول لي هنحط دقيق، طبعا هو واخد على فكره ان احنا نحط دقيق لما نيجي نحمرها تبقى مقرمشه، الموضوع هنا مختلف يا مخرجنا. شويه زعتر، شويه قرفه ناعمين لان اللحم اللي معايا ضاني وعايز الزفاره بتاعت الضاني ما تبانش في اللحمه. حلو الكلام. فلفل اسود شويه زياده، ونمسك البصلايه دي يا عم الشيف نخدم عليها كويس بايدينا، وادي الملح بتاعنا ونقلب دول كده ومعانا طاسه شديده الحراره
لازم تكون الطاسة سخنة. شفت البصلية دي كده؟ آه. خدت لون، خدت شكل. عكس ما انك انت تقطعي اللحمة وتحطها عليها دلوقتي وتيجي تسويها، هتلاقي البصلية دي في قلب اللحمة لها ريحة ما خدتش الصدمة النارية. هنزل بالبصلية دي على النار. حلو الكلام؟ واسيبها تتحمر. وفي نفس الطاسة اللي انا بتبل فيها او البايركس اللي انا بتبل فيه هقطع اللحم. ونتبله بقى بالايه؟ بالزبادي والحبهان والحاجات اللي احنا عارفينها بتاعت الشاورما. واحدة واحدة مع بعض. سيبها تعيش مع نفسها. ده البصلية بتاعت الشاورما. دي طريقة الشاورما مع المغازل. حلو الكلام. هناخد اللحم بتاعنا شرايح، ممكن يكون لحم كندوز، ممكن يكون لحم ضاني حسب الرغبة. لو عايز تعملها بالفراخ نفس المدرسة، بس بتشيل ايدك من القرفة شوية، لأن الفراخ ما تحبش القرفة، اللحم بس هو اللي يحب القرفة في التتبيلة. ده الفرق بين شاورمة اللحمة وشاورمة الفراخ. ناخد اللحم بتاعنا الحلو ده كده، الشرايح اللطيفة دي كده، أو توصي الجزار يقطعها لك مفيش مشكلة. وتجيبي حتة لحمة ملبسة. الله. تعالوا نقطعها مع بعض بسكينة حامية، ولازم سكينتك يا أختي تكون حامية عشان اللحم ما يتهرش منك. نحط الحبهان ده كده مع البصلية. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. سكين ده تقطع بالشكل ده. القطيعه دي تقطيعه البصلية دي اللحمة دي بالشكل ده كده. بصلية جاية في عينيا. دي الشاورما. خلي بالك اللحم ما يتغسلش بعد ما تقطعيه شرايح، او انت جايبه اللحمه من عند الجزار بالطريقه دي يفضل انك انت ما تغسلهاش، اوعي تغسليها بميه. عشان كده بقول لك تجيبي من عند الجزار معرفه. وسطيه قطعها لك مفيش مشكله، تروحها على البيت على طول تحمريها زي ما انا هشتغل دلوقتي كده. او بسكينتك الحاميه. المفروض علميا يعني طهويا الشاورما تقعد في التلاجة متبلة مش اقل من 6 ساعات. حلو الكلام. بناخد اللحم ده كده زي ما هو كده، ونشيل البلانشة دي من هنا، ونبدا نتبله بقى بالزبادي والبهارات بتاعتنا اللطيفه اللي هي تقول انا شاورما. شفت البصلايه واخده سكه لوحدها. ثوم، زبادي، فلفل حلوه، عصير ليمون. حلو. دي الشاورما واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. بنحط البهارات بتاعتنا والبصلايه بتتحمر. بابريكا، كركم، حبهان مفروم ناعم، شويه قرنفل حلوين، قرفه ناعمه، كل التوابل دي على الشاورما. يبقى احنا النهارده اتعلمنا حاجه ازاي نعمل شاورمه اللحم في البيت. دول اساسي، القرفه الناعمه والحبهان والقرنفل. قرفه ناعمه وحبهان وقرنفل. اخواننا الشوام بيحطوا كوبيبه صيني اللي بيسموها بهار حلو، ده المسمى بتاعها عند العطار، كوبيبه صيني. في الخليج وفي الدول العربيه وفي بلاد الشام يسموها بهار حلو. هنقلب كده اللحم بتاعنا اهو. شفت الحلاوه؟ ده لوحده فيها الثوم، فيها الزبادي، وبصراحة أنا مش عايز أحط ملح الليمون، واستخدامنا لملح الليمون بكثرة في المطبخ
من الحاجات اللي بعد كده لها أضرار جسيمة ما نقدرش نعالجها بعد كده، اللي هو ارتجاع المريء وسوء الهضم ومشاكل في الهضم ومشاكل في القولون، واحنا لسه في ريعان شبابنا. اهو اللحم اتبل زي الفل، ده المفروض يقعد في التلاجة مش أقل من 6 ساعات. ده اللحم، حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ ايه الخطوة اللي بعد كده؟ نقلب البصلاية اللي بتتحمر دي. لا الكيكة انساها خالص، انا ظابط الفرن وظبط الطين بتاعنا، وهتطلع من الفرن تتغرق في المانجا تاني. حلو. اخبار البصلية ايه؟ نبص عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، خدت لون وخدت طعم، شفت الشقاوة؟ هو ده. شوف المغازة هيعمل ايه بقى. انا عارف دلوقتي الفلاسفة يقول لك ايه ده كلام، الراجل ده ما حطش عصير مية البصل في الشاورما، ده كلام، شاورما من غير بصل بقى هتبقى زفرة، ده كلام. ما تصبر على رزقك يا غالي. شوف الشيف هيعمل ايه، شوف الشيف هيعمل ايه. هو ده، هو ده. هنا لما الخبرة الطهوية بتتكلم يبقى سمع هس. البهريز البيون الجوسي بتاع تحمير البصلة مع الزيت مع مية البصل اللي نزلت مع ده كله بينزل على اللحم يستقبله قبل ما يروح النار، وربنا يكفينا شر النار، ونرجع البصلية تاني للنار. ونقلب. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده، تتاكل نية زي ما هي كده والله. ما انا ما حطيتش زيت في الاول خالص لو ملاحظين، لان انا راسم الموضوع في راسي، عشان كده بقول لك تخيلي الأكلة وانت بتشتري مقاديرها من عند الراجل البقال او من عند الراجل الفكهاني، تخيليها كده. انا لما باجي اعمل أكلة جديدة او طبق هعمله بتخيله، بعيش اللحظة من لحظة ما بشتري الحاجة من عند الفكهاني كده. الشاورما متبلة وجاهزة وزي الفل، هخليها كده تمام قدام عينيا كده، ايه اتغزل فيها، وعند البصلاية بتاخد لون. ركزي معايا، ده التركية بتاعت عمل الشاورما على طريقة المغازي. أول حاجة البصلاية اشتغلنا عليها وحمرناها بالشكل ده كده، ده الشغل البيتي، مفيش مطعم فيك يا عالم هيعمل لك الشاورما كده في المطعم خالص. هو بيتبل شرايح اللحم في عصير بصل على زبادي على توم وتشكيلة من البهارات الجميلة بتيجي جاهزة، ويحطها ويخمرها لمدة ليلة كاملة، وبعد كده يجيب السيخ ويبدأ يشك سيخ كده طالع شكل هرمي. دي القواعد اللي احنا عارفينها اللي عينينا اتفتحت عليها. اما انك تعملي شاورما في البيت لها طريقه، لان هنا طريقه التسويه وطريقه النار مختلفه. تانيه بتستوي على هبوء النار سواء فحم سواء غاز، انما دي بتستويها على عين البوتاجاز والفرن. البصلايه كده اتحمرت واحده واحده اهو، حلو الكلام. البصلايه لازم تاخد لون كده اهو، حلو اهو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ركزي معايا بقى. البصلايه دي بعد ما خدت اللون وخدت الطعم الحلو ده كده بسقطها على اللحمه. الله عليك يا عم الشيف، كده مفيش داعي بقى انك انت ايه تتبلي الشاورما من بالليل خالص، لا احنا معانا شيف شاطر، واسيب الطاسه تسخن على النار. واخد البصلايه دي كده اقلبها مع اللحم. انا هعمل طبق فته النهارده حكايه يتدرس. والبصلايه هنا يا عم الشيف نزلت على اللحمه مستويه، ايه المدرسه دي؟ دي المدرسه المغازيه. حلو؟ بسيبها. وابدا احمر الشاورما دي بقى، لان اللحمه خلاص البصله مستويه ما فيهاش الريحه اللي مش لطيفه، واللحمه عندي جاهز متقطع شرايح مش هياخد وقت كبير على النار، والطاسه بتسخن معايا. ابدا احمر شويه شويه، ممكن تخليها في الثلاجه، جوزك جاء عايز مستعجل على الغدا هتحمره له شويه، ولاد الجمعه هتحمره له شويه، يبقى كده ضمننا الشاورما بتتعمل طازه وفريش وبتطلع سخن. انا هخلي الطاسه دي تسخن معايا شويه، الشباب لو حابين يطلعوا فاصل انا مش مستعجل، حابين نكمل قولوا لي انا معاكم. نطلع فاصل خير ما صنعت، خلونا مع بعض نطلع فاصل صغير ونرجع اسرار عمل فتت الشاورما على الطريقه المغازيه، وهنرجع مع بطاطا حاره كزبريه هي عدل الطبق ده، وتنسوش فيه كيكه في الفرن غير انا مانجا. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل في انتظار ان الطاسة تسخن جامد، لان احنا هننزل بشاورما لها تكنيك في طريقة التتبيلة والتسوية،
ونشتغل في البطاطا الكزبرية، ولكن ننوه عشان الناس حبايبي اللي بيحبوني واللي جايين متأخرين، البرنامج بتاعنا بيبدأ الساعة 1. في الآخر بقى هو الشيف بيعمل إيه؟ بتظلموني دايماً. عملت كيكة بالمانجا غرقانة مانجا في الفرن، غطيتها طبعاً علشان هي استوت، فأنا سايبها في الفرن كده تتظبط علشان هتطلع نستقبلها بالمانجا. وعملنا شاورما بالتكنيك العالي من الخبرة، والبصلايه دخلت على اللحمه، واللحمه هنا جاهزه زي الفل، هتاخد التحميره بتاعتنا في قلب الطاسه اللي هي بتسخن على عين البوتاجاز. حلو الكلام. هنشتغل في الكزبريه اللي هي البطاطا، معانا الزيت شديد الحراره ومعانا طاسه على النار هنطفيها بالكزبره والثوم. حلو الكلام. نبدا نقطع البطاطس دي كده مكعبات مكعبات، دي طبعا لازم تكون تقريبا قد بعضيها. بنروح على المطاعم الشامية أو اللبنانية أو السورية بنلاقي في طبق مقبلات بيتصدر القائمة، يقول لك بطاطا كزبرية، بطاطا حارة، بطاطا بالفلفلة. حلو. البطاطا اللي هي البطاطس اللي أنا بقطعها دي أهو، تتعمل إزاي؟ مش علشان ما تاكلهاش بره، عشان تعرفي أنت بتاكلي إيه وبتعب وبتدفعي فلوس في إيه. طبق بطاطا قد كده بمبلغ وقدره قد كده، هي شوية بطاطا واخدين تومة وكزبرة على النار. انت غسلت البطاطا بايدك، قشرتها بايدك، قطعتيها بايدك، حمرتيها في الزيت نضيف وقطعتيها تقريبا بشكل حلو كده، وليك الحريه تقطعيها زي ما انت عايزه، بس هي اسلم تقطيع للبطاطا الحاره بالذات تتقطع كاريهات. كاريهات يعني مكعبات غير اللي بتتقلي في الزيت، تتقطع طولي. والمقادير لسه نطلع بقى على الهوا يا عيب الشوم. ادي المقادير على الشاشه، بطاطا متقطعه مكعبات، حلو، كزبره خضراء، وتوم وفلفله حلوه، ودبس الرمان عشان تاخد البصمه الشاميه اهو بالشكل ده كده. ومعايا طاسه بتسخن على النار هنحط فيها الشاورما دلوقتي. نعم، سؤال حلو كنت منتظر حد يسالهولي على الهوا، ليه الطاسه تسخن جامد جامد؟ ما تحطها ما هي لحمه هتستوي، احنا ورانا حاجه وندردش. ويا صديقي يا حبيبي يا ست الكل، لو انا حطيت اللحم في طاسه بارده ما هيش على درجه عاليه من التسخين او الحراره، اللحمه دي هتنشف والجوس بتاعها والطعم بتاعها، الطاسه هتمتصه، اجي اكل لحمه ما فيهاش طعم خالص، هي شكل اللحمه وناشفه عامله زي السفنجه. فانا عايز شويه لحمه حلوين. حلو الكلام. يبقى فيهم الطعم واعرف اللحمه دي اذا كانت ضاني او كندوز. معلقتين زيت في طاسه شديده الحراره وابدا احمر شاورما وانا واقف. حلو الكلام. حلو الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الشاورما الله بالطلب يا فندم. عايز سندوتش ولا اتنين؟ عايز بطاطا معاه ولا مش عايز؟ عايز خيار مخلل معاه ولا مش عايز؟ توميه كتيره ولا مش عايز؟ ما نحطش اكتر من كده ونسيبهم على النار واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. حلو. ناخد بعضينا. نعم، ناخد البطاطس دي كده ونسقطها في قلب الزيت. يلا بينا يلا بينا. حلو. الله، عيش معنا، العيش بتاع الفتة، الزبادي بالطحينة بتاع الفتة ده الزبادي، بننزل عليه بشوية ثوم. ما الفتة دي مش فتة كوارع ولا فتة لحمة راس، دي فتة الشاورما بالزبادي. ده ثوم طازة عليه طحينة حلو الكلام، عليه شوية زيت زيتون. شوف واقفه في المطبخ رايقه ازاي، كل حاجه في النار واحنا شغالين. ده زيت زيتون،
شويه ملح، شويه نعناع يابس، يابس يعني ناشف، العجه عجه معجوجه ببعضيها، بيض، بقدونس، خضره، كله بيتقلب مع بعضه عشان العجه يبقى لها شخصيه وتقدر تقول انا عجه، وتحط معلقه دقيق في قلب الخليط ده وتسقطهم في قلب الطاسه المذابه بالزيت والزبده. احنا حطينا هنا الزبادي مع توم مع زيت زيتون مع طحينه مع ملح مع شويه بابريكا وشويه الزعتر، مهمين جدا علشان ريحه التوم في قلب الايه؟ في قلب الفته. حلو الكلام؟ هنقلب الخليط ده كله مع بعض. الله، هي لوحدها كده سلطه. عايزه شويه عصير ليمون، طحينه تحب الليمون والليمون يحب الطحينه، ليمون ليمون، لا اله الا الله. حلو الكلام؟ بنقلب دول مع بعض. ونخليهم على جنب. اخبار الشاورما ايه؟ الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شوفوا بقى الشاورما، العيش ده عايز بهريز، هنجيب البهريز منين؟ هنجيب الشوربه منين؟ شوف الشيف هيعمل ايه بقى؟ هي دي المدرسه بقى. الشاورما هنا خدت الصدمه. بعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا هنا حله. الحله دي فيها شويه صوص طماطم. ركز معايا، الله يرضى عليك. هي دي التركايه. بص بص على الحلاوه، البيون ده ينزل كده على صوص الطماطم، لان ده ينزل على العيش. وارجعها تاني للنار. تقوم تتحمر بسرعه ويبقى البهريز انا خدته اللي هشرب بيه العيش. شوفوا بس لما بعمل حاجه بالمزاج. اشكرك يا امي. بطاطا حاره بالكزبره. الله. كزبره، دبس الرمان، فلفله حلوه، هريسه حمراء، الله، بهاراتك، قلبيها، يلا، بطاطا حاره اهي، يلا بينا، يلا بينا. هو ده، الله عليك يا باشا، قلب يا محترم. ايه الحلاوه دي؟ خلص الاكله؟ قسم بقى في الاطباق واحسب الفاتوره كام. دول يعملوا 20 طبق. اضرب في 50 جنيه تعمل كام الحسبه دي يا شفيق؟ 50 في 20 كام؟ تعمل 1000 ها؟ ولا 100؟ تعمل 100. 1000، يا نهار ابيض، كيلو بطاطا ب 1000 جنيه. لا بس العلم لا يطاها بالمال. الخبره الطاويه دي البطاطا الحار، ومش هتاكلها بكده. حلو الكلام؟ دي جاهزه معايا للغرف. حابين نوزعها في اطباق، كل واحد من العائله ياخد الطبق بتاعه. حابين نغرفها في الطبق العائلي وكلنا نتجمع عليه. بألف هنا وشفا. النظافة في إيدك يا عم الشيف أول بأول. أخبار الشاورما إيه؟ جاهزة أهي. الله. ناخد البهريز الحلو بتاعنا ده كده. يلا معايا؟ يلا. العب. هو ده. في طعم الشاورما، في طعم الشاورما. جاء منين طعم الشاورما؟ اللي ما خدش باله. الشاورما اتحمرت. خدنا البهريز بتاعها، خدنا البيون بتاعها، سقطناه على إيه؟ على صوص الطماطم. حلو قوي. الشاورما بناخد الخليط الحلو ده كده، وننزل بالشاورما بتاعتنا الحلوه دي كده. الله عليك يا عم الشيف، لازم رز يعني؟ ما نعرفش نعمل شاورما من غير فته من غير رز؟ طبق فته، صوره حلوه فيها خبرة طهوية، خبرة السنين، لوحة فنية. شيل كل ده، نبدأ نوزع عليها صلصة الزبادي
غرقانه. الف هنا وشفا، دي الفته بتاعتي جاهزه. حلو الكلام. عندي شويه خضره كده لطاف يتحطوا على الوش، او ورقتين نعناع حلوين، ودايما طالما الفته احنا كلنا عارفين فيها توم كتير، سواء في التتبيله سواء في الخلطه، بندعمها بالنعناع الاخضر عشان ريحه التوم. نغرف البطاطا الحاره. نعمين يا فندم، خلصنا زي الفل. تمام، ناخد البطاطا الحاره بتاعتنا. ايه الاخبار؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ والنبي دي دلعها لي، الله عليك. لا عليك، لا دي حاجه الفقير والغني بيحبها، بطاطا مفطومين عليها. شوف الشيف المغاز عملها ازاي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اوديها فين بعد كده؟ اهو، ايه الحلاوه دي؟ الله عليك مخرجنا، مبدع من يومك. ايه الحلاوه دي؟ اهو بطاطا حره، لا فيها ملح الليمون بقى، ولا فيها المزازه، ولا فيها الحموضه. طبق تقديم، اللهم صل على النبي، طبق يكفي العيله والجيران والحبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطا حره بالكزبره، بطاطا كزبريه، بطاطا بالفلفله، بطاطا بدبس الرمان، قول زي ما تقول، المهم تتنفذ ازاي وتتعمل ازاي وتتقدم ازاي. ونعبر عن مشاعرنا بالحب اتجاه من عملها ازاي. اللهم صل على النبي. حاضر يا فندم، انت اللي يهمك المانجا والكيكه، تقلقش انا مأمن. انا مخرج شاطر يهمه الحاجه اللي في الفرن. الف انا وشيف، دي مش محتاجه حاجه. عيني. حاضر حاضر يا فندم. اسوأ خبر بسمعه وانا شغال، وقتك خلص يا شيف. نفسي اشتغل كده ومحدش يقول لي ايه، وقتك خلص يا شيف. طلع كيكه مع بعض حالا، يلا بينا نستعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بص عليها وهي طالعه من الفرن، بالله عليك، بالله عليك يا شيخ، بالله عليك ما تزعلني منك عشان انا بحبك. ايه ده؟ ايه العروسه دي؟ كيكه بالمانجا، بالمانجا غرقانه مانجا. اللهم صل على النبي. الله، قلب بهديل كل الساده المشاهدين اللي بيحبوني واللي مش بيحبني برضه، بهديل القلب الحلو ده. عصير مانجا ينزل عليها، بس انا مش هنزل عصير المانجا ده غير لما نسمع مع بعض كده مطبخنا على شاشه القناه الاولى. رؤيه، فن، ابداع بمقادير بسيطه وسهله، ولكن حبك للمطبخ، حبك لاسرتك، حبك لعائلتك، لان مفاتيح السعاده جوه على باب التلاجه وعلى رف التلاجه في جيبك. تقدري تخلقي السعاده وتوجدي السعاده باكله حلوه، بكيكه بالمانجا غرقانه مانجا. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.